أثارت تصريحات عضوة الكنيسة ووزيرة المواصلات عن حزب الليكود ميري ريغيف لصحيفة يدعوت أحرونوت بأن الليكود هو البيت للجماهير العربية، موجة من السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ أن الوزيرة ريغيف تعرف بمواقفها التي تكن العداء للعرب والتي لطالما حرضت ضدهم كلما أتيحت لها الفرصة بذلك، ناهيك عن ملاحقتها للفنانين الفلسطينيين وأغلاقها لمسرح الميدان في حيفا وغيرها من الممارسات العنصرية بحق المواطنين العرب. ونقرأ من بين هذه التعليقات ونبدأ من تويتر، حيث غرد أفيالو: بلا شك واحدة من أفضل نكات العالم، الليكود هو بيت الجمهور العربي، الليكود هو منزل شخص واحد، كل هذا مجرد ملحقات مصممة لخدمة نتنياهو. وكما غردت هدار سيجل: تزعم ميري ريغيف أن الليكود هو بيت الجمهور العربي، المشكلة أن العرب سيدخلون هذا البيت ويجدون إيتمار بن غفير مع صورة باروخ جولدشتاين، غير لطيف. وكان للنائب سامي أبو شحادي تعليقا على تصريحات ميري ريغيف، حيث أطلق عليها اسم مريم رجب، وقال: قبل يومين فاجأتنا الوزيرة العربية بين مزدوجين مريم رجب بادعائها بأن الليكود هو بيت للمصوتين العرب. لو لم يكن الليكود يهدم بيوت العرب لكان لهم بيوتا أكثر، وأنا مجبر أن أتطرق لإنجازات دولة اليهود. أنا لا أعتقد بأن هناك دولة أخرى بحجم إسرائيل الصغير تخلق هذا الحجم من الدمار في إسرائيل والأراضي المحتلة والعالم ككل. إسرائيل وصلت إلى مرحلة من التفنن باضطهاد الشعوب والتنكيل بالبشر. وأخيرا غرد دوف رامون بالقول: الليكود هو بيت الجمهور العربي، بالضبط كما أن المسلخ هو بيت لجمهور الدجاج. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية. لا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.